الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتور طارق أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل سامي. دكتور طارق، عايزين تعليق حضرتك على عودة العلاقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي ورفعها إلى مستوى السفراء اللي تم اليوم. هو بالتأكيد طبعا هي مرحلة جديدة في مستوى التطبيع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، ستثنى عليه بطبيعة الحال تفاعلات ثنائية وإقليمية متعددة. أعتقد أنه هذه الخطوة جاءت في سياقها وفي إطارها المرحلي. طبعا كانت هناك اتصالات وجولات استكشافية وزيارات لوزراء خارجية ومصافحة تاريخية في الدوحة بين الرئيس السيسي وبين نظيره التركي، وبالإضافة طبعا دي تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس أردوغان في عقد فوزه في الانتخابات الرئاسية مؤخرا. وبالتالي مرحلة تطبيع العلاقات وتسمية السفيرين، القائم بالأعمال التركي في مصر سيعين سفيرا بالمناسبة، وهو كان في تفاصيل طبعا كثيرة متعلقة بما هو قادم في مستوى العلاقات الثنائي. أنا أعتقد أن في تطور إيجابي كبير جدا سيتم طبعا على مستويات متعددة، وجزء منها طبعا مرتبط بتطوير وتنمية العلاقات سواء في مجال الاقتصاد، في مجال الاستثمار، في مجال السياحة، في مجال التعاون في الغاز، لكن الإقليمي أيضا مهم، لأن أنت تتحدث عن شراكات وارتدادات إيجابية في الملف الليبي، والملف الليبي يمثل لنا أهمية كبيرة بالنسبة للأمن القومي المصري. في تقديراتهم طبعا أولوية مهمة لمنطقة شرق المتوسط كما تعلم، هم لا يعترفون حتى الآن وما خلاف كبير مع اليونان. أعتقد أنه يعني دخولهم على الخط في تنمية وتطوير علاقات مع الجانب المصري هدفه الحقهم بمنتدى غاز المتوسط والمنظمة الإقليمية للغاز، وأيضا بقى بإشكالية تقسيم الحدود البحرية، وبالتالي يعني هناك مكاسب سيجنيها البلدين. مصر ستجني يعني تطوير وتنمية للعلاقات مع تركيا كدولة مهمة في الإقليم. طبعا الموضوعات الثنائية المتعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية، المنصات المعارضة والمناهضة، كل هذه الأمور حسمت خلال الأشهر الأخيرة. الآن نحن نتطلع مع الجانب التركي إلى يعني ارتدادات في إيجابية في ملفات أخرى. يعني مصر سيكون لها دور في تطبيع العلاقة بين سوريا وتركيا على سبيل المثال. مصر أعادت مع أشقائها العرب سوريا إلى موقعها في الجامعة العربية. أعتقد ده هيبقى ملف مهم للأتراك، يهمهم أيضا التنسيق مع مصر فيه. هيبقى في تنسيق أيضا في قطاع غزة بالمناسبة، الأتراك يسجلون حضورا في دورهم في الملف الفلسطيني، فحيكون في دفع لهذا، في تنسيق في ملفات كثيره. طيب. القاهره لها مكاتبها الكبرى ايضا في العلاقه، فانت تتحدث عن دول كبرى زي تركيا زي مصر ايضا. صحيح. الجانب طيب دكتور طارق، لو هنتكلم على اللقاء المنتظر ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللي تم الاعلان عنه من فتره الحقيقه، لكن بعد قرار اليوم بتصعيد العلاقات وان هي تكون في مستوى ارفع على مستوى السفراء، هل اللقاء سيكون قريب؟ ويعني ملامح هذا اللقاء هتكون ايه؟ يعني هل هيكون في توقيع الاتفاقيات زي ما حضرتك اشرت؟ يعني ما المتوقع حول هذا اللقاء؟ يعني هذا امر مع احترامي وتقديري هو امر شكلي، يعني قضيه لقاء الرئيسين الان سواء في انقره او في القاهره الامور تمضي بطريقه هادئه متوازنه، القاهره لها حساباتها المهمه في هذا السياق، القضيه ليست في اتمام لقاء او زياره. المصافحه والتاريخيه في الدوحه يعني حسمت بصوره كبيره، والاتراك يسعوا الى تعزيز العلاقات مع مصر، وبالتالي هي لن في تقديري الشخصي لن تمثل نقله نوعيه، العلاقات بتعود بطبيعتها، ومصر ليست لديها مشكله مع اي طرف في الاقليم. اعتقد انه اذا زياره تمت في القاهره او تمت في انقره يعني ربما سيكون لها اطارها الدبلوماسي، لكن المؤسسات تعمل على مستوى الجانبين في علاقات دبلوماسيه، في اقتصاديه، في مجالات الاستثمار، في تنميه وتطوير للتحرك في المستوى الثنائي والاقليمي، فبالتالي انا اعتقد رابط العلاقات سيكون لها يعني تاثيرها المباشر على الاقليم باكمله. مصر دوله كبيره ترسم سياستها الكبيره في الاقليم ليس اتجاه تركيا فقط، ولكن اتجاه الاطراف الاقليميه الاخرى.